السيرك الايطالي يمكن في حاجات مختلفه بيقدمها عن السيرك المصري، ان هو بيشوف ايه الجديد. يعني هو يعني صاحب السيرك اول ما جه مصر راح اتفرج على السيركات موجوده في مصر وشاف العروض اللي موجوده فيها، فبدا هو ان هو يجيب حاجات ديفرنت مش موجوده خالص في السيركات في مصر. الاونر بتاع السيرك والمانجر هو ايطالي، العيله بتاعته كلها اصلا في السيرك من حوالي 100 سنه، عيله بلوتشي في السيرك في مجال السيرك. جم هنا على القاهره معهم تشكيلة من أمريكا الجنوبية، من كولومبيا، من البرازيل، من تشيلي، وطبعاً استعانوا هنا بالكابتن محمد ممدوح الحلو للفقرة تدريب الحيوانات المفترسة، لأن طبعاً أنت الحلو أنت عارف إن هي مشهورة جداً بالفقرة دي وخاصة في مصر. ومحمد ممدوح الحمد لله يعني من أكفأ الناس اللي موجودة في مصر. السيرك المصري على فكره شغال وليه ناس وبتروح متخصص يعني مخصوص عشان عارفين تعودوا على السيرك المصري. السيرك الايطالي ميزته ان هو متنقل، يعني هو اللي بيروح للناس على قد ما بيقدر. السيرك بيحاول يقرب للناس، السيرك مش قصته ان هو يبقى في مكان ثابت، لان زي مثلا لو انا في مكان ثابت في القاهره في ناس في اسكندريه عايزه تشوفني مش هتعرف تيجي. محافظه زي محافظه السويس، طلعناها، اسماعيليه، المنصوره يعني احنا قضينا فيها ايام جميله جدا، والجمهور بتاعها جمهور يعني انا مش قادر اوصف لك. جمهور المنصوره بجد جمهور متميز، حابب للسيرك، فاهم يعني ايه فقرات سيرك. السيرك الايطالي يمكن جه في مصر بقاله 3 سنين، يمكن عامل طفره جميله جدا هنا في مصر. العالم كله زي ما انت شايف الاقبال عليه جامد جدا، كل يوم بيعمل فيه 2 شو بيتعملوا كل يوم، في شعور مختلف يعني. انا بتطلع حضرتك بعد ما بتخلص تقابل الجمهور كلهم فرحانين جدا، كلهم مبسوطين جدا بالعرض، بيبقى شعور جميل جدا لما تلاقي يعني ولا طفل صغير بيبقى فرحان بالعرض وفرحان بالشو. جيت النهارده دي جايه حاجه كده بمحض الصدفه سيرك، بس انا بصراحه لما جيته كنت متوقعه ان انا هاجي اتفرج على الفقرات المعتاده للسيرك اللي انا بروحه يعني، بس لما جيت بصراحه لقيت ان الفقرات النهارده فقرات مختلفه ومتنوعه وفيها ابهار وغير المعتاد. عجبني جدا وعجب الاولاد، ومكان جميل جدا، جو جميل، كل حاجه جدا جميله بصراحه. هو بالنسبه لي كل حاجه مختلفه لان انا اول مره في حياتي ادخل السيرك، يمكن دخلت سيرك اللي هو بتاعنا اللي هو بتاع العجوزه ده وانا لسه يمكن ابتدائي 5 يعني، وانا لسه صغير يعني. لكن في اكتر من فقره المره دي وكلهم كويسين جدا يعني. الفقره بتاعت الموتوسيكلات دي رائعه بصراحه، رائعه. في فقرات خطره جدا بتتعمل. ابرز العروض يمكن اخر فقره عندي، الفقره الوحيده الموجوده في مصر حاليا، هي فقره المدفع، اطلاق الانسان من المدفع، دي اول مره تنزل مصر. عندي فقره الدراجات البخاريه، دي برده مش موجوده غير عندي.